انقسمنا بالمجتمع على ظهور وزير العدل وزير الأوقاف الأسبق الدكتور نايف العجمي، لما الدكتور هو اللي طلع للحديث عن الدين العام، رجل دين وزير عدل سابق. شنو العلاقة ما بين الدين؟ شو اللي خلى الدكتور في ظل أنه وايد من الاقتصاديين ساكتين وأهل الاختصاص يمكن للحين ما سمعنا آرائهم، شو اللي خلى الدكتور هو وهو يفترض أن اختصاصه بعيد عن هذا الموضوع هو يظهر ويتحدث عن الدين العام؟ معنا الأستاذ الأكاديمي والوزير السابق الدكتور نايف العجمي، مساك الله بالخير دكتور. الله يمسيك بالمسرات والأنوار يا أبو عبد الرحمن. الله يحفظك وشكرا على قبول دعوتنا، وإحنا نوجه لك السؤال اللي يمكن سمعته وايد هاليومين. دكتور أنا أمثل الناس والناس تتساءل، طبعا في ناس يمكن أساءت لك ونحن لا نقبل الإساءة، وفي ناس تساءلت بكل تقدير ومحبة واحترام لشخصك الكريم وتقول لك أنت وزير سابق وزير أوقاف، شو اللي خلاك تتصدر المشهد وتقول يبقى أنا بتكلم عن موضوع الدين العام؟ بداية نشكرك على هذه الاستضافة الكريمة أخوي أبو عبد الرحمن، حياك الله. وجوابا على سؤالك يعني من نقطتين، أعتقد أنه سؤال مهم وفعلا تردد في الأوساط بشكل كبير. نعم هذا من صميم تخصصي واهتمامي الشؤون الاقتصادية. شلون؟ وهذا اللي يمكن كثير من المجتمع والشعب الكويتي مو عارفه. نعم. أنا دراستي العليا كانت رسالة الماجستير في فسخ العقود المالية، الدكتوراه في الخدمات الاستثمارية المصرفية، مدير ومؤسس لبرنامج التمويل الإسلامي بجامعة الكويت لسنوات، مستشار لعدد من المؤسسات المالية داخل الكويت وخارجها، رئيس شركة السراج للاستشارات الاقتصادية والشرعية سابقا، أشرفت على تحويل عدد كبير من شركات التمويل والشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين من العمل التقليدي إلى العمل الإسلامي، فضلا عن تدريب العديد من العاملين في المصارف وشركات الاستثمار وشركات التأمين. فكلامي عن الدين العام والشؤون الاقتصادية والحزمة الاقتصادية هذا جزء من تخصصي وجزء من اهتمامي. وش اللي خلاك يعني دكتور، هل في أحد مثلا طلب منك هذا الشيء؟ هل أنت شو اللي خلاك أن أنت تأخذ ذاك اليوم الهواء وتتكلم بالموضوع؟ يعني أؤكد أن اللي ذكرته وهو رأي شخصي، رأي شخصي لي في قضية عامة، ويمكن الشعب الكويتي متعود إن القضايا العامة أبدي فيها رأيي بكل وضوح. نعم. وبشجاعة استشعرت أخطار المرحلة اللي إحنا فيها. نعم. قمت بما يمليه علي واجبي الوطني، غير آبه ردود الأفعال ولا مكترث بضراوتها اللي أنا أعرفها مسبقا. نعم. وهي ما تزيدني إلا بصيرة في صحة الرأي وحالي وحالها، كما قال المتنبي أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. واللي أحب أكده من خلال برنامجك أبو عبد الرحمن إن حرية الرأي مكفولة. صحيح. لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يسلبها من أي مواطن، ما في شك إن يعبر عن وجهة نظره ويشارك في الرأي في أي قضية عامة. ما في شك. وأقول كما قال الفرزدق لي أن أقول وعليك أن تحتج. أما الاتهامات والافتراءات والأكاذيب والدخول في النيات والفجور في الخصومة فهذه لا تخفى على شريف علم المتابعين أنها عكازة الأعرج وحيلة العاجز، وكل إناء بالذي فيه أنضحه. دكتور خلنا اللي أساء لك، إن طبعا احنا نرفض أي إساءة لأي شخص كريم ولشخصك الكريم، واللي أساء لك هذا خلنا نخليه على جنب، أكيد في آراء أخرى تختلف معاك في وجهة النظر، يمكن بعض النواب، يمكن بعض النواب السابقين، يمكن حتى الاقتصاديين في ناس مع هذا الموضوع وفي ناس ضده. هل سمعت الآراء الموضوعية اللي تختلف معاك؟ يعني وصل لك جزء من الآراء هذه؟ أنا أجزم لك الآن وأمام المتابعين إن رأيي ما يختلف عن رأيهم. نعم. إطلاقا. اللي حصل أبو عبد الرحمن للأسف الشديد إنه تم اجتزاء جزء من الحلقة وبني الحكم عليه، وهذا الجزء أيضا لا غبار عليه أصلا. نعم. لكن الاستماع إلى كامل الحديث يكشف الحقيقة ويبين مرادي ومقصدي من رأيي اللي أحاول أني ألخصه إذا سمحت لي بنقاط محددة. تفضل. النقطة الأولى أني أكدت على أنه يجب على الجميع، وكان خطابي موجه للنواب، الوقوف على حقيقة الحالة المالية للدولة من خلال عقد جلسة خاصة سرية. نعم. حتى يكون النواب على بينة من الأمر، هل فعلا
توجد ملاءة مالية لدى الدولة؟ هل توجد سيولة كافية لتغطية العجز أم لا؟ أوقفك إني دكتور. ليش؟ بس لأن الأرقام المتداولة اليوم في المجتمع مختلفة، ما ندري شنه الرقم الصحيح على سبيل القطع، وما في أحد ممكن يدري إلا الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة والأعضاء. نعم. ممكن أن يطلعوا على هذه البيانات من خلال عقد الجلسة. في ناس ترد عليك دكتور، بس عفوا دكتور عشان لا نروح على نقطة ثانية، في ناس تقول بأن في احتياطات نقدية أولى من الاقتراض، في ناس تقول بأن في هناك أرباح محتجزة، في ديون مستحقة. الرأي اللي يقول هالكلام شو ترد عليه؟ أنت سمعته والأرقام متفاوتة. نعم. في ناس يقولون الصندوق الاحتياطي العام فيه مليارين، وفي ناس يقولون 9. نعم. في ناس يقولون الأرباح المحتجزة لدى المؤسسات الحكومية 11 مليار، في ناس يقولون 5. نعم. ما هو الرقم الصحيح؟ ما ندري. ولذلك احنا مطلبنا الرئيسي ان الأخوة النواب يتحققون من الملاءة المالية ووفرة السيولة. هل فعلا هناك ملاءة ووفرة في السيولة أم لا؟ يعني هذا كان المطلب صريح وواضح، ولا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الطريقة والأسلوب اللي ذكرته. قضية ثانية جوهرية أبو عبد الرحمن، قلت أنه لا يمكن أن يتم البدء بأي معالجة لتغطية العجز قبل اعتماد إصلاحات حقيقية للاختلالات في بندي الإيرادات والمصروفات اللي أشرت إليها في المقدمة. الإيرادات لا بد من تنويع مصادر الدخل، لا بد من زيادة الإيرادات غير النفطية. المصروفات لا، الأشياء اللي أكدتها إن قلت قبل اللجوء إلى الاقتراض يجب تحديد أوجه الصرف بشكل دقيق من قبل نواب مجلس الأمة. يعرفون الأموال اللي راح تقترضها الدولة إن لجأت إلى هذا الخيار، لابد من معرفة أين وجهتها وين راح تروح. وأيضا من الأشياء اللي أكدت عليها إن المجلس إذا تحقق من عدم توفر السيولة لدى الدولة، إذا فعلا بعد عقد الجلسة اكتشف أنها لا بحاجة سيولة، وأن الصندوق الاحتياطي العام والأرباح المحتجزة وغيرها من الموارد ما تغطي العجز، قلت وهذا ممكن المقطع اللي هو تم تداوله، قلت في الحالة هذه أنتم أمام ثلاث خيارات، إما السحب من صندوق الأجيال القادمة، أو تخفيض قيمة الدينار، أو الاقتراض. والخيارات هذه كل خيار فيه سلبيات وإيجابيات. الخيار الثالث الاقتراض اللي هو الدين العام. الدين العام. وكل واحد من الخيارات فيه سلبيات وإيجابيات، اللي يدرسها الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لابد من دراسة الخيارات هذه ويختارون لنا، يختارون للكويت، للاقتصاد الكويتي وللشعب الكويتي الخيار الأنسب. إذا كان الخيار الاقتراض، أنا أكدها من هذا المنبر أن الاقتراض يجب أن يكون موافقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لأننا بلد مسلم. والمادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة مصدر رئيس للتشريع، فلا بد، والحمد لله عندنا اليوم بنوك خارجية وداخلية تستطيع أن تقيم تحالف لتوفير تمويل مشترك. وكما هو معلوم يعني القرض لو توجهت نحو الدولة 20 مليار هذا لن يتم اقترابه دفعة واحدة، وإنما خلال 20 سنة عند الحاجة. وهذا يعني هذا بالضبط هو الكلام اللي ذكرته. وإذا تسمح لي أبو عبد الرحمن، تفضل دقيقة بس، تفضل، إني بالحوار بالكلام تناولت ثلاث قضايا مهمة، قضايا كثيرة مهمة، أهمها ثلاث قضايا. الأولى أكدت في حديثي على حرمة المال العام، وإنه ما يجوز صرف دينار واحد لتعويض أي جهة. أفراد، شركات، ما يجوز صرف أي دينار لتعويض أي جهة عن خسارة محققة أو شراء أصول متعثرة أو توجيه دينار من المال العام بأي تصرف يضر المال العام. القضية الثانية التأكيد على رفض المقترح اللي سمعناه قبل فترة، مقترح ب20 مليار دينار لدعم الاقتصاد، لدعم القطاع الخاص. هذا مقترح مرفوض جملة وتفصيلة، وبفضل الله تم رفضه حتى من قبل اللجنة المختصة. القضية الثالثة وجهت رسالة إلى الشركات الكويتية الوطنية الكبرى أن تقوم في هذه المرحلة بواجبها الوطني، بدعم الحكومة، بدعم الدولة، بدعم الاقتصاد المحلي، بدعم الشعب الكويتي، وإنها ما تكون حمل ولا عبء ثقيل عليها في هذه المرحلة الحرجة. قواك الله دكتور. دكتور اللي أغلطوا عليك، اللي أساءوا لك، مسامحهم؟
سامحهم. خلني اقول لك ابو عبد الرحمن، احنا الليله في ليله النصف من شعبان، نعم، وهذه ليله شريفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ان الله يطلع على عباده في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهن. نعم. انا اقولها لك الان والله نفسي طيبه على الجميع، جواك. واللي اخطا عن عمد انا عاذره، واللي اخطا عن غير عمد انا عاذره، وباذن الله ما في نفسي شيء على احد. وهذه دعوه مني لجميع اخواني واخواتي ابناء وبنات الشعب الكويتي لترك المشاحنات والمساجلات والجدال العقيم، ان نتعاون في المرحله هذه في خدمه وطننا، نحافظ على وحدتنا وترابطنا وتماسكنا. لازم يسود بيننا الاحترام المتبادل، وكما قيل الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. شكرا دكتور، قواك الله.